ومن عمان سيد عبد الناصر المودع الكاتب والمحلل السياسي اليمني ينضم إلينا الآن. سيد عبد الناصر، يعني تقييمك لهذا الحراك الذي يشهده اليمن من انتخاب رئيس جديد للبرلمان وانعقاد يعني جلسة في البرلمان اليمني يحضرها رئيس البرلمان العربي؟ يعني الخطوة مهمة لأنه كما هو معروف البرلمان هو السلطة الشرعية الرئيسية، والحوثيين حاولوا أن ينزعوا هذه السلطة، حاولوا أن يجتمع البرلمان وفي صنعاء أكثر من مرة، لكن محاولاتهم فشلت لأنهم لم يستطيعوا أن يحصلوا على النصاب. ظل الرئيس البرلمان السابق موجود في صنعاء، وبالتالي هذه الخطوة بانتخاب هيئة رئاسة جديدة تسحب البساط من تحت أيدي الحوثيين. الحوثيين أيضا يحاولوا الآن إجراء انتخابات في المناطق التي هي تحت ترسم انتخابات تكميلية، لكن طبعا هذه الانتخابات لا تحمل أي صفة شرعية. لهذا ما حدث اليوم هو إعادة تفعيل هذه المؤسسة المهمة بعد فترة طويلة من المحاولات التي لم تنجح إلا في اليوم من أكثر من سنتين، والحكومة تحاول أن تجمع البرلمان في عدن، لكن لأسباب كثيرة لم يتمكن البرلمان من الاجتماع، وهذه الخطوة تعتبر خطوة رئيسية ومهمة. كيف يمكن البناء على هذه الخطوة، وما هي أبرز التحديات التي تواجه البرلمان؟ يعني الآن البرلمان ينبغي أن يفعل وأن يمارس دوره بشكل متواصل، لكن المشكلة الآن أن هذا الأمر غير متوقع في الظروف الحالية. معظم أعضاء مجلس النواب لم يعودوا متواجدين في اليمن، ومن عاد منهم عاد فقط لهذه المهمة، كما أن غياب عاصمة فعلية لليمن يستطيع المجلس أن يمارس عمله فيها بكل حرية. هذه أحد العوائق التي تقف أمام اجتماع المجلس بشكل مستمر وتفعيل هذه المؤسسة. بمعنى آخر، الآن البرلمان هو اتخذ خطوة رئيسية ومهمة وهي انتخاب هيئة الرئاسة، لكن البرلمان يبدو أنه مجدول له أن يبقى فقط في سيئون لعدة أيام ثم يغادر الأعضاء. لا أعتقد بأن هناك إمكانية لعقد جلسة قادمة في على الأقل في المستقبل القريب، لكن تبقى بوجود رئاسة، هيئة رئاسة تابعة أو من ضمن مؤسسات الشرعية، من الممكن حينها عقد اجتماعات أخرى للبرلمان في اليمن في المستقبل. وهذه خطوة مهمة ولها دلالات رمزية ودلالات سياسية مهمة. إذن السيد عبد الناصر المودع الكاتب والمحلل السياسي اليمني كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا.